لو خرج الأمريكان أو لم يخرجوا، لو شارك النواب من الحزب الديمقراطي تحديدا أو لم يشاركوا، لو كانت هناك خلافات أو لم تكون، لو كان هناك تواجد للأمريكان أو لم يكن، لن تعدل أي نقطة تتعلق بإقليم كردستان في الموازنة العامة الاتحادية. إقليم كردستان ما زال صابرا على هذا الموقف، وما زال يسير بموقف الدستور وعلى الأسس الدستورية وفي الأطر القانونية، دون أن يلجأ إلى مسائل وإلى نقاط ضغط وكروت ضغط من الممكن أن تعرقل العملية السياسية أكثر مما هي معرقلة. مصطفى، السند ما هو إلا مجرد أداة، يعني أداة بسيطة تحركها الميليشيات أينما شاءت بكل صراحة. وأنا أتمنى من مصطفى أو غير مصطفى أن يتركوا لأنفسهم بعض نقاط الرجعة أو خطوط الرجعة، لأنهم سوف ينقم عليهم وسوف تغضب عليهم الميليشيات في يوم من الأيام، وسيختارون أقليم كردستان كمأوى لهم، حالهم حال السياسيين الذين كان مغضوبا عليهم من النظام السابق وأصبح مغضوبا عليهم بعد النظام الذي شهدناه بعد عام 2003. لذلك بكل صراحة هذه المسألة تحصيل حاصل وعقلية ما زالت مستمرة وتسيطر على العقلية السياسية. إذن بكل صراحة لماذا لن تعدل المستحقات المتعلقة بإقليم كردستان في الموازنة العامة العراقية؟ أولا، هم افتعلوا مسألة رئاسة البرلمان وأقالوا الحلبوسي عن طريق المحكمة الاتحادية. ثانيا، هم يؤجلون مسائل الطعن في 5 مواد من قانون انتخابات برلمان كردستان ليعرق يقلون انتخابات برلمان كردستان، والتي ما زالت الأطراف الدولية تطالب بإجرائها وما زال الديمقراطي مصرا على إجرائها. ثالثا، مسائل تتعلق بالأمريكان والقواعد الأمريكية، في حين أن هناك تقارير سرية ومصدقة نشرت وبينت بأنه في داخل الميليشيات هناك من يتواطأ مع الأمريكان لكشف إحداثيات قادة الميليشيات الذين يتواجدون في المحافظات العراقية وخصوصا في جنوب العراق، امتدادا من البصرة وصولا إلى الحدود العراقية السعودية، ثم عبورا إلى الجانب الإيراني، وحتى في داخل الأراضي اللبنانية هناك تنسيق واضح وقوي بين هذه الأطراف المتواطئة مع الجانب الأمريكي لاستهداف قادة الميليشيات. إذن كل هذه المسائل افتعال أزمات فقط لتأخير مستحقات إقليم كردستان وللضغط على إقليم كردستان لإخراج الأمريكان، في حين أنه تحصيل حاصل للأمريكان لن يخرجوا من العراق ولن يخرجوا من الشرق الأوسط أساساً.